خلينا نحكي عن موضوع الدراسات العليا وحصولك على شهادة الدكتوراه وكيف عشت فترة. أنا بعرف حتى بأمريكا كنت تشتغل، صحيح، أنا ومع أنه الوالد مش بحاجة لفلوس، صحيح لكن كنت تبعث فلوس لأهلك. صحيح خلينا نعلم طلابنا اللي بيدرسوا برا، اللي بيطلعوا بدل ما يدرسوا بيرجعونا بدون شهادة بدون إشي، نحكي لنا كلمة عن تجربتك حتى يستفيدون. صحيح. يعني أنا ذهبت لأمريكا مرتين. المرة الأولى كنت موظف وزارة الصناعة والتجارة وخرجت للماجستير وعدت، وأثناء عودتي وأنا بالأردن كنت أشتغل بوزارة الصناعة والتجارة. إذا بعد الجامعة اشتغلت موظف نعم، حكومة، اشتغلت في وزارة الصناعة والتجارة، ومن ثم كنت أعمل أيضا بالإضافة إلى أني موظف في الوزارة، كنت أشتغل في شركة اليرموك للتأمين وإعادة التأمين، وكنت أيضا أعطي مساقات مع الدكتور يوسف الهياجني في الدراسات السكانية في الجامعة الأردنية، وأيضا كنت أتابع فواتير لأخواني في مؤسسات مختلفة، وأيضا يعني أخذت منحة وذهبت إلى أمريكا، خلصت الماجستير، وإيطاليا أيضا أنهيت فيها الدراسات الاقتصادية، وكنت أشتغل في إيطاليا بالرغم أني أنا موفد، ثم عودي مرة أخرى إلى أمريكا، وكنت أشتغل أيضا في مركز التواصل بيسموه الريسورس سنتر في هانتر كوليدج ذا سيتي اوف نيويورك يونيفرسيتي، هذا في نيويورك، كنت اسكن في جيرسي سيتي، بالتالي كنت اشتغل في 14th ستريت الشارع 14، ثم انتقلت الى كانساس، وايضا في كانساس كنت اشتغل بتجاره السيارات، وكنت اشتغل عندي كان مكتب وسائط تجاريه، وكنت اشتغل ايضا بمدرسه ليليه بسموها بوردنج سكول بيرنت تيتشنج بيرنت، وكنت اشتغل بالجامعه في هذا حمايه وقتك شؤون فل كان. الطلبه. نعم، وكنت يعني انا حصلت على ماجستير من امريكا، وحصلت على شهادتين بالدكتوراه اي دي اس وبي اتش دي، كلهن كله كان دراسه، وكنت اعمل فلوس وابعث الى اهلي، واسست انا واخواني محل قطع غيار لسيارات مرسيدس، محلات الاحول، ومن ثم ايضا احضرت معي مبلغ من المال اللي هو ساعدني ايضا اني انا ازوج نفسي واذهب مره ثانيه ومع زوجتي شهر عسل الى امريكا واشتري سيارتي بنفسي، يعني كل هذا بالدفع الذاتي. وابوي الله يرحمه ما كان يقصر، بالعكس لما جينا هو يعني كنت اخاطبه كل يعني قبل ما تخلص الفلوس اللي معي باربع خمسة اشهر احكي معه مشان اطمنه، ما يظل مطمئن انه والدي العزيز انه انا معي مصاري لست اشهر، حتى ايضا اني اخلي هو يشعر انه هو اللي مسؤول عني، انه ممكن بعد ست اشهر يبعث لي، وبعد ما يخلص الست اشهر ابعث له انه معي لست اشهر اخرى، وابعث لاهلي ويعني ارتب امري. ولما اجيت ايضا على جامعه مؤتي كان معي مجموعه يعني مبلغ من المال اللي يسعفني اني ابتدئ كدكتور، مشان هيك يعني لما ما اخذت من الوالد شيء، الله يرحمه انا ما اخذت منه، مع والله انه ما لا 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 ابدا، مع انه وضعه المادي مرهق. اخذت منه فقط للسفر، يعني اول السفر اخذت منه مبلغ بسيط من المال، وبعد ذلك لا، يعني انا انفقت على نفسي داخل. بالمناسبة لما مرض الوالد كنت إلى جانبه بطريقة، حتى المحاضرات يعني بجهة، ووقوفك مع والدك، تحكي لنا عن فترة مرض الوالد.